انت اشتغلت مدير فني للاتحاد مستقر، اتحاد الى حد كبير وصل لدرجه احترافيه كويسه في الامارات. طبعا احنا فين من الكلام ده؟ بكل وضوح احنا بعيد، احنا بعيد، وبعيد بسبب انه ما تعرفش مين المسؤول. لان المسؤوليات بتعوم، بتروح يعني مره تروح هنا ومره تروح هنا، تقول لي لا ده عندي ده، لا دي عندي ده، لا دي عندي ده. اللوائح مش واضحه، ولو اتوجدت تتوجد بطريقه اجرائيه غير قانونيه. انت واخد بالك؟ فلازم تبقى الامور واضحه علشان تعرف تعامل الناس. انت كاتحاد مسؤول، لازم تترتب لك كل، ترتب كل حاجه باجراءات صحيحه، سواء لوائح او نظم مسابقات او او او، عشان لما تيجي تاخد اجراء ما حدش يقول لا ده مش قانوني، لا ده قانوني، لا زي مشكلتنا اللي حاصله بتاعت كهرباء، ما هي الجدل، لا الاجراءات مش قانونيه، لا دي قانونيه، لا هنروح، فتتعطل، فالناس تعطل تعطل. فلازم تبقى الامور واضحه، والورق عندي وعندك وعند ده وعند ده وعند كل الناس، وتبقى الحقوق كلها متساويه. الحقيقة كل ده موجود يا كابتن، يعني النظام موجود، اللوائح موجودة. النظام مش موجود، اللوائح موجودة. ما هو اللوائح موجودة ولا محدش بيطبقها. طيب يبقى في خلل. يعني عندك لائحة نظام أساسي بتقول لك لجان القانونية بالانتخاب، لماذا لا تطبق؟ طب ليه ما بتنتخبش؟ ليه الإجراءات تبقى مخالفة؟ ما تطبقها سهلة. بالظبط سهلة. أنت لو دعيت الجمعية العمومية مش هتيجي، فيبقى انت قرارك انت مفوض، يبقى انت مفوض. سهله جدا ما جدا. تفهمش ايه السبب ان احنا الاستمرار فسهله. فانت تتزنق في حاجه، فطبعا ما عملتلهاش ورق سليم، فتلاقي جات لك حاجه تانية، عملت بومينج، ما عملتلهاش ورق، فتروح واخد قرار غلط. فبقت القرارات الغلط بتتركب فوق بعض، فبتكتر عليك. وقت الاصلاح بقى، وقت الاصلاح هتوه، هصلح دي الاول ولا هصلح دي الاول ولا هصلح دي الاول. فاحنا محتاجين ترتيب لائحي بشكل كويس، محتاجين مسؤول يطبق الورق اللي موجود عنده، اللي هو اقرته جمعيه عموميه او اقرته اي حاجه، تمشي في الاجراءات صح. تمشي في الاجراءات صح. عشان كده الامور صعبه على كل لجنه، صعبه على لجنه الحكام، صعبه على لجنه الاستئناف، صعبه على لجنه الانضباط، صعبه على لجنه المسابقات، صعبه على الجدول. تحط لائحه من بدايه الجدول تقول انه الفرقه اللي هتوصل دور الثمانيه ما فيش ماتش بين الماتشين ذهاب والعوده، يقول لك الاهلي ما بيلعبش، تقول له عندك لائحه يا سيدي في لائحه، لا ماليش دعوه باللائحه ده مش عارف. فهي الامور كلها، يا لو وجدت لائحه ما لو طبقتها يبقى انت بتجامل ده او ما بتجاملش ده او بتعمل ده. لو ما احيان كتير ما بتطبقهاش، احيان كتير. فالخلل ده هيروح امتى؟ انا مش عارف. واحنا ايه عارف اللي عمال يغرز؟ احنا مش عارفين مين اللي هيطلع اللي عمال يغرز ده، مش عارفينه فين بعد 100 سنه. احنا ده مئويه يعني كتير قوي كده. لا كتير مئويه. وبعدين انت بتفتكر ان كل ده بعيد عن الفنيات. ماتش الكوره ليه ترتيب ورق كتير. ليه ترتيب ورق عشان تطلع بال 90 دقيقه النظيفه دي، وتنظم مسابقات، وتعمل دوري ليه راعي، وتعمل دوري ليه راعي، والملعب فيه ثلاث لوح اعلانيه فوق بعض، وتبقى مطلوب ان الناس تشوفك والناس اللي جنبك بتشتغل، وانت سوق كبير. انت سوق كبير، انت اكبر سوق المفروض. يعني سوق واعد. خساره ان ده مش مستغل. لا سوق واعد ولازم يبقى موجود. اتمناهم ان هم حد يحط يعني يقول ستوب، احنا هنعمل كل الحاجات دي. يا ريت. طيب انت شغلت البوزيشن ده في الاتحاد الاماراتي. الاتحاد المصري حتى الان ما عندوش مدير فني للاتحاد، لانه مشاكله كتير. هم مشاكلهم كتير، مشاكلهم ماليه كتير، مشاكلهم في لجنه الحكام، مشاكلهم في تطبيق لوائح، مشاكلهم في انه المسابقات. احنا دلوقتي لسه هندخل على مشاكل المسابقه، انها هتطول وهتخلص امتى، وهتفتح باب امتى، وهتروح وبعد كده في المسابقات بتكتر عليك. يعني انت المسابقات المفروض مع بلد مستقر لائحيا تبقى حاجه ايفنتات
تظهر لك شكل البلد وشكل اداء الكوره. انك انت تلاقي فرقتين او اربع فرق بيلعبوا في بطوله افريقيا، هتلاقي الاهلي بيلعب في السوبر الافريقي، تلاقي الزمالك رايح البطوله العربيه. في وسط النظام في وسط انت منظم بشكل لائحي وبشكل كل حاجه، جداول مواعيد، الحاجات دي بتسمع عندك. يعني المفروض ان الحاجات دي بتسمع عندك وتاثر على ارتفاع مستوى الكوره. فانت مشغول، انت ليه مش ما عندكش غير منتخب واحد اللي شغال؟ هو في اتحاد في العالم عنده منتخب، عنده مسابقه يعني بيعمل لتطوير الكوره، عنده مسابقه واحده، عنده منتخب واحد الاولمبي هو اللي بيلعب. طلع منتخب الشباب والناشئين على طول في ظهرهم منتخبين ثلاثه شغالين، لان دول هيمسكوا في اللي جاي وتطويرهم مش سهل، محتاجين وقت شغل. بس هو الاتحاد عنده ازمات ماليه، يقول لك انا هجيب من دلوقتي مدربين واجيب اجهزه وهدي. هو ده يعني التنظيم الاداري مش خادم الناحيه الفنيه. فهيجي المنتخب لما يتكون يبقى وقته قليل، ويبقى المدرب ما لحقش يعمل الاعداد، فنخرج ونرجع نقول ده الحقه، ده ما فيش مش عارف ايه، ونطلع نزعق بعد الخساره، وبعد كده العمليه تنسى تاني. فهي التنظيم الاداري زي ما انا قلت في حاله النادي الاهلي، النادي الاهلي قفل وخد قرارات اداريه مهمه جدا، اجاد في اختيار مدرب، ربنا وفقه بشكل كبير جدا. الناحيه الفنيه عاليه، الناحيه الفنيه لما تعلى مش هتلاقي، هتلاقي انت متفرغ كمجلس اداره النهارده ما شاء الله بتعمل الفرع الرابع واقبال رهيب، وان شاء الله يبقى ازيد. فتفرغت انك ترفع من شانك الاقتصادي، لان الناحيه الفنيه كويسه. أيوة. فالناحيه الفنيه كويسه، جمهورك بيزيد، الرعايه بتيجي للجمهور، للفرقه اللي بتاخد بطولات وهي ناحيه فنيه كويسه. فالاداريات الضغط اللي عليها بيقل. وطبعا النادي الاهلي مش بيعمل ده في الكوره بس، هو عامله في جميع الالعاب. وهو حمل زياده كمان 18 لعبه، حاجه لانه الجمهور وراك. لا عايز اخد دي، لا انا عايز اخد دي، لا انا عايز اخد، مش عايز افوت لعبه. فعشان كده بقول للاتحاد نظموا كل الاوراق، ونظموا لائحيه، ونظموا الورق عشان تتفرغوا. مفيش شغل فني، مفيش شغل فني. بتقول هو منتخب واحد، وبطوله الدوري متاخده للرابطه، يعني انتوا كمان المفروض تكونوا متفرغين للمنتخبات. لا لا، ده قصه والقاعده. لا يعني العمليه، اداره العمليه الفنيه يعني واخده فيها صعوبه جدا. انا عارف ان هم عندهم مشاكل ماليه، بس انت كاتحاد المفروض تحل ده في لا، انت كمان قلت نقطه مهمه جدا في الكيس بتاع النادي الاهلي، انه النواحي الفنيه نجاحها طبعا اولا مفوقك اداريا ومنجحك ماليا. لازم، لان ماليا انت مثلا يعني انت لو الناحيه الفنيه مستقره كمنتخبات طبعا هتسوقهم وهتعمل ماتشات، وهتعمل ماتشات، وهتلاقي الاجنده بتاعتك مليانه. احنا مثلا يعني احنا في الفتره بتاعتنا في 6 شهور لعبنا 25 مباراه، لعبنا كل حاجه، بطوله عربيه منها البطوله الافريقيه لتصفيه كاس عالم، 4 ماتشات. المره دي مثلا لعبنا 4 ماتشات في سنه تقريبا، 4 ماتشات دوليه في سنه بس. انت تخيل انت عندك وقت تشتغل، انك انت ما فيش ضغط. يعني احنا خدنا الفرق الضعيفه في 4 ماتشات في سنه مع فيتوريا، اوكي عنده وقت ودي حاجه كويسه. انت بقى شغل الحاجات الفنيه تانية، الاساس ده مش سهل. لانك انت الاساس من تكوين المنتخبات، انك انت بعد 5 6 سنين يبقى عندك على الاقل كل منتخب لو في 30 لعيب، لو عملت 3 منتخبات، وهو المطلوب انهم يتعملوا دلوقتي حالا، او مش دلوقتي، 2005 و2007 و2008 من 3 شهور او من 4 شهور. دول لو انت محتاج على الاقل بتاع 40 او 20 لعيب دولي، يبقى عندك لعبه دولي. فتربيه اللعيب الدولي مش زي اللي بيشتغل يومي في النادي. تربيه اللعيب الدولي محتاجه اعداد مختلف تماما عن النادي اللي بيعد فرق وقطاع الناشئين. اللعيبه عندي كل يوم، لكن انا باخد في فترات قصيره، وبعدين لازم اشتغل على مسابقه الناشئين اقويها عشان اللعيب اللي ده هيروح المنتخب، فالعائد من هنا يجي هنا. كل الحاجات دي كانت قويه زمان، ايام اللي هو حرب، وايام الكابتن سمير زاهر، وكابتن فتحي نصير، كابتن فتحي نصير.
كانت الدوري قوي وكانت المنتخبات بتاخد وقتها. دوري القطاعات شغال. وكانت المنتخبات بتاخد وقتها، فارجو انهم يحلوا. بس ايه اللي اتغير؟ يعني ما احنا ما فيش حاجه، بالعكس الموارد بقت اكتر. صانع القرار. يعني